تعدي بها لدريا، تعدي الكرة للنيمار. النيمار بنغماته للتانجو للسامبا للسلساو للكرنفال. ألفيش، كل لاعبي اليوفي كذلك مع موراتا في النزعة الدفاعية، وهذه كرة اختيارها لألبا واللمسة للنيمار داخل منطقة الجزاء. يعدي أم لا؟ والإمكانية جول 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 جول. كور يا برشلونة، كور كور بكرة الدلال. يا سلام على برشلونة والكرة المضمونة، كرة افتراضية ولكنها حقيقية. إيفان راكيتيتش، شنو هذا؟ ما هذا؟ هذه المعزوفة الكروية، هذه الكرة البرازيلية في البداية، ثم إنيستا مرورا، والكرواتي راكيتيتش في النهاية. سامفونية من كوكب زحل، برشلونة مالوش حل. يا حذاري، ترجع كرة لايك ستاينر مع ماركيزيو. ماركيزيو رائعة ممتازة، يوسا جول جول جول. فانا مراتا، فانا مراتا، هدف التعادل. زلزال زلزال في الأولمبيا ستاديوم، الجماهير الإيطالية كهربائية كهربائية مع اليوفي. لا يجوز إلا الفوز. برشلونة بنجوم محاير أمام اليوفي الطاير. ألفارو موراتا سحب هدف التعادل. ليلة إيطالية حارقة على الكرة الإسبانية. هذا هو اليوفي المثير، جانلويجي بوفون القدير، والفريق الإيطالي يسجل ولا يبالي. جماهير غير عادية بالجرينتا الإيطالية. بعض اللمسات في ورقة الاحتياط، كرة إلى راكيتيتش. ليو يتحرك الآن في حاجة له الفريق الكتالوني. ليو يراوغ، ليو يسدد كرة، جول 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 جول. فالا سواريز، فالا سواريز نجم الكرة الأوروغوياني بكل الامتياز. سواريز سواريز، النار 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 في جماهير يوفي الآن. هدفان للفريق الكتالوني، واليوفي يعاني يعاني. لويس سواريز قناص يا ناس، بمجهود خرافي لحبيب الملايين سيد اللاعبين. يسارية ليو وحده وحده، وسواريز في المتابعة بكل الامتياز. هدفان لهدف، نهائي كل الأحلام، نهائي. يا سلام يا سلام. سلاح ذو حدين، كلاوديو ماركيزيو. كرة طويلة لشكون؟ لجيرار بيكي. الأولى والثانية لبيكنباور. أو كرة نيمار، وهذه كرة جول، هذه كرة فيها جول. كرة لبيدرو، بيدرو نيمار، نيمار يسدد جول 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 جول. انفجار انفجار، زلزال في الأولمبيا ستاديوم. 3-1 مشاهدينا الكرام. نيمار الغدار، نيمار المغوار، نيمار مع نهاية المشوار. هذا هو برشلونة بالكرة المضمونة، كرة الافتراض في الواقع، كرة بلاي ستيشن
كرة إكس بوكس. هذا هو برشلونة ينهيها مع نهاية المباراة. أنهى الحكم الدولي التركي سونيات شاكر. نقول مليون مبروك لبرشلونة لعشاقه، ومليون حظ أوفر هاردلك لعشاق اليوفي وجماهير العريضة. كانت مباراة أوفت بكل الوعود من أجمل ما يكون، شفنا بها كل الفنون، وفي النهاية الأقوى كان الفريق الكتالوني أمام